ما رأيكم بما يقوم به الحوثيون؟ ألا يقومون بنفس الشيء؟ يعني تنظيم مسلح يدافع عن أرضه؟ بلى يدافع عن أرضه طبعا. يعني أنتم بس مع بس شو الرابط يعني؟ يعني نفس الشكل، هم يمنيون يدافعون عن أرضهم، ما تنظيم مسلح وهناك حرب. طيب ما موقفك من ما يحدث في اليمن؟ طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم الحوثيين؟ هن عم يعتدوا على حدا؟ هم يعتدون على أحد؟ يعني في نظركم جورج قرداحي يفضح السعودية وما تقوم به في اليمن، شاهد ماذا قال، تفاصيل صادمة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. وزير الإعلام في لبنان جورج قرداحي تحدث عن الحرب في اليمن والتي وصفها بالعبثية، واعتبر جانب صنعاء في موقع الدفاع عن النفس ضد عدوان خارجي في إشارة إلى الحملة العسكرية السعودية الإماراتية على اليمن. هذا التصريح لاقى سخطا كبيرا من قبل اليمنيين، حيث كشف حديث قرداحي عن حقيقة رئيس الحكومة ميقاتي بأنه يد المملكة السعودية الطولي في حكومة لبنان في إهلاك الشعب اللبناني واستمرار الأزمات، وهي أي السعودية من خلقت أزمة اقتصادية وسياسية خانقة في لبنان على يد حلفائها في تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، وهي من تدخلت بكل وقاحة وأجرام وفقا للناشطين اليمنيين في اليمن وارتكبت أبشع المجازر التاريخية وأحدثت أكبر كارثة إنسانية في العالم وفق تقارير وتصريحات رسمية لمسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. إلى ذلك أصدر وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بيانا توضيحيا بشأن تصريحاته الأخيرة بشأن حرب اليمن قائلا: منذ صباح اليوم وبعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية وبعض المواقع الإلكترونية تتداول مقطعا من مقابلة أجريتها مع قناة الجزيرة أونلاين في برنامج برلمان الشباب، وورد فيها كلام لي عن حرب اليمن، وقد ركزت هذه الوسائل الإعلامية على ما قلته بشأن الحوثيين ودفاعهم عن أنفسهم في وجه العدوان الخارجي.